وضع صحي حرج في تونس. خلال 24 ساعة فقط نحو 2000 إصابة و48 حالة وفاة. تفادت الحكومة حجرا صحيا شاملا، لكن أقرت حظر التجوال بداية من 7 مساء حتى نهاية الشهر مع إيقاف كافة التظاهرات، منع التجمعات الخاصة والعامة. ثالثا، غلق الأسواق الأسبوعية. رابعا، دعوة السادة الولاة إلى إعلان حظر الجولان بداية من الساعة 7 مساء إلى الساعة 5 صباحا. تجاوزت مستشفيات عدة طاقة الاستيعاب فيما يتعلق بأسرة الإنعاش والأكسجين، وباتت عاجزة عن مجاراة الموجة الثالثة العنيفة. وبسبب التأخر في التلقيح تتهدد تونس آثار صحية كارثية في وقت فاقت الوفيات 9000 منذ بدء الجائحة. ارتفاع في نسبة إيجابية التحاليل، ارتفعت حاليا إلى أكثر من 19%. كذلك عدد المقيمين بالمستشفيات خاصة بالأقسام أسرة الأكسجين وأسرة الإنعاش، وهذا يعلن على احتمال كبير لعودة موجة جديدة لانتشار الفيروس هذا. أطلقت 40 جمعية مدنية صيحة فزع، وطالبت من الرئيس قيس سعيد ترك الخلاف مع رئيس الحكومة جانباً والاتحاد في جبهة واحدة ضد الوباء. في المقابل، ما زال عدد الملقحين ضعيفاً إذ فاق 110,000 بقليل فقط. تلقت تونس اليوم هبة من الولايات المتحدة الأمريكية، يتعلق الأمر بمنشأتين متحركتين للعزل بسعة 60 سرير إنعاش. في تونس اليوم 17 ولاية و95 معتمدية في وضع صحي خطير. فتح الفالحي، ميديا تونس.